مشاهدينا مكملين سماحنا لليوم ومع أمل رمسيس وهي مخرجة أفلام. صباح الخير ست أمل. صباح الخير، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك أول شيء بتلفزيون جديد وبصباح اليوم، وكمان نتوقع حضورك على لبنان قريبا صح؟ ايوه المفروض هوصل يوم 25 الصبح. نعم كنا بنتمنى تكوني معنا ضيفه بالاستوديو، هيك بيكون الحوار اقرب، ولكن كمان رح نحاول قد ما فينا عبر زوم نوصل الفكره. اهلا وسهلا. اهلا بك. حضرتك هون لتخبرينا عن مشاركتك بمهرجان قافله بين سينمائيات. اللي رح يشارك رح يبلش بطرابلس بدورته الثانيه ب 29 اب ويبقى الى 1 ايلول. خبرينا تفضلي امل. هي قافلة بين سينمائيات، هي مبادرة بدأت من سنة 2008 من مجموعة سينمائيات مصريات وعربيات، والفكرة الأساسية اللي فيها إن احنا بنختار كل سنة عدد من الأفلام، بالأفلام دي أفلام مخرجاتها نساء، وبالأفلام دي بنحاول نزور عدد كبير من العواصم أو المدن العربية وأمريكا، في أمريكا اللاتينية وإسبانيا. الحقيقة زرنا لبنان 4 مرات، وفي طرابلس في معرض رشيد كرامي دي المرة الثانية، المرة الأولى كانت من سنتين ودي المرة الثانية. نعم. أهلا وسهلا فيكم بطرابلس عاصمة الثقافة والفيحة نحن بنسميها بلبنان، واللي أثبتت طول الوقت بالرغم من كل ما يحدث في لبنان أنه ستظل مصطبة إذا بدك أو مسرح لكل النشاطات الإبداعية بالوطن العربي وأيضا بلبنان. نعم، هذه المرة الثانية على التوالي الذي يحدث هذا الحدث السينمائي، استثنائيا هذا العام رح يكون لنساء صح؟ هو كل من سنة من هن؟ هي قافلة بين سينمائيات، هي كل سنة للنساء، نشاط سينمائي بيعرض أفلام من إخراج نساء، بس هو الحدث لكل الناس. نعم. بس هي ده لازم تكون الأفلام من إخراج نساء، وهو بيحصل كل سنة زي ما بقولك من سنة 2008. وفي المرة اللي احنا زرنا فيها طرابلس الحقيقة لما عملنا القافلة، لما عملنا العروس ومعرض رشيد كرامي، كان حدث استثنائي بالنسبة لنا وبالنسبة للمدينة، لأنه مكان زي معرض رشيد كرامي للأسف مهجور. تقريبا حولنا المكان لصالة مفتوحة للسينما، والأهل المدينة استمتعوا جدا جدا على مدار 4 أيام، فحسينا أنه ضروري ان احنا نستمر، وضروري ان احنا ندعم كمان فعاليات ثقافيه في مدينه طرابلس. نعم. واستقبال الناس هناك كان اكتر من رائع، فاكيد حاسين انه كمان السنه دي هيبقى حدث استثنائي. العروض مجانيه، وكل نعم. الافلام مترجمه للغه العربيه. بالنسبه للافلام عندنا الفيلم الاولاني فيلم مغربي اسمه كذب ابيض، ده فيلم كان في مهرجان كان من الافلام اللي لفت مهرجانات كتيره، وهو اول عرض ليه في لبنان. نعم. للمخرجه المغربيه اسماء المدير. عندنا تاني فيلم اندونيسي، فيلم روائي اندونيسي اسمه نانا، كمان من الافلام اللي كتير نجحت في السنتين اللي فاتوا، بس للاسف كمان ما كانش ليها عروض كبيره او يعني ما تعرضتش في العالم العربي. عندنا اليوم الثالث عروض افلام قصيره لبنانيه بالتعاون مع مهرجان ريف، هي مجموعه افلام عملتها المخرجه اللبنانيه، او يعني نسقت عملها المخرجه اللبنانيه من خلال ورشه التنوع البيئي والبيولوجي، المخرجه اللبنانيه إليان راهب. وهيكون معانا مخرجات الافلام في الصاله علشان في العروض علشان يعملوا نقشه مع الجمهور. واليوم الاخير اللي هو يوم 1 سبتمبر هيكون يوم مخصص للافلام الفلسطينيه، هيكون معانا كمان بحضور المخرجه الفلسطينيه مي مصري. والمخرجه عرب لطفي، المخرجه اللبنانيه عرب لطفي، هيعرضوا فيلمين، احكي عصفورة واحلام المنفى لمعي المصري. نعم. وهيكونوا موجودين المناقشة مع الجمهور كمان. حلو كتير، لكن حكيتينا عن الافلام وعن المخرجات، رح نقول حارجع عيد انا وراكي امل انه الافتتاح رح يكون ب 29 اب، ومساء الخميس رح يعرض اول فيلم، الخميس بيطلع رح يعرض اول فيلم اللي هو كذب أبيض. وتاني يوم رح يعرض فيلم اسمه الجمعة بيكون 30 آب اسمه قبل والآن وبعد ذلك، نانا الاختصار بتاعه نانا.
نانا. نعم هو فيلم مثل ما قلتي اندونيسي. نعم برأيك قبل ما أكمل أمل، هيك مواضيع الأفلام عادة بتحكي عن قضايا المرأة أو لا متنوعة، عائلي على حرب على حياة على حب، ما هي مواضيع الأفلام التي تناولتها المرأة؟ هي مش بالضرورة إحنا بنختار أفلام بتحكي عن قضايا المرأة، بس اللي بيهمنا إن إحنا نعرف وجهة نظر النساء باعتبارهم مخرجات الأفلام اللي إحنا بنعرضها، وجهة نظرهم في العالم المحيط بيهم. فحتى لو الفيلم مش بيدور حوالين قضايا المرأة، هو بتشوفي قد إيه إنه وضعنا الاجتماعي ممكن كمان يأثر على رؤيتنا الفنية واتجاه العالم المحيط بنا. فكذب أبيض هو فيلم بيتكلم عن لحظة استثنائية كانت موجودة في المغرب وقت قمع احتجاجات في المغرب، وإنه إزاي القمع ده كمان بتشوفيه جوه العيلة، وبالتالي هي مفيش فصل ما بين الحياة الاجتماعية والحياة السياسية. والفيلم معمول مع جدة المخرجة، فيلم فعلا متميز جدا، وإحنا سعداء إن إحنا نكون أول ناس نعرضه في لبنان. نعم. الفيلم الأندونيسي فيلم عن علاقة امرأتين ليهم علاقة بنفس الرجل. نعم. بس كمان من خلال حياتهم العائلية الحميمة، من خلال تفاصيل صغيرة. هو فيلم فعلا جميل، هو فيلم روائي. نعم. وبينقل لنا عالم احنا ما نعرفوش في اندونيسيا، يعني كأننا كمان بنشوفه على الشاشة كبيرة، عالم احنا ما نعرفش عنه اي حاجة، من خلال قضايا، من خلال تفاصيل ممكن تكون كمان مشتركة بيننا وبين الستات دول، بس الخلفية او العالم اللي بينقله لنا هو عالم احنا ما نعرفش عنه حاجة. قدمهم امل، سوري لو قطعتك، قدمهم هيدي الفكرة اللي عم تقوليها، انه نحضر فيلم للوهلة الاولى بنفكر انه هو غريب لانه اندونيسيا او المغرب، بس اخر شيء بنطلع كلنا بنعيش نفس الحيوات، وفي هي دي الفكرة الأساسية. هي دي الفكرة الأساسية لمن قافلة، إنه إزاي نخلق عالم مشترك، أو إزاي نتواصل من خلال السينما، من خلال عيون النساء اللي بتحاول تقدم شيء مختلف. كمان احنا بنحاول نعرض أفلام غير تجارية، بنحاول نقدم أفلام فعلا فيها شيء مختلف من الناحية السينمائية، من ناحية التفكير، أفلام بتحرك فعلا وجداننا ومشاعرنا وأفكارنا، وده يمكن اللي مش متعودين نشوفه على في صالات السينما التجارية أو في نتفليكس أو في البلاتفورم في البلاتفورمز. نعم. قبل ما نحكي عن أفلام قصيرة لبنانية، بدي كمان أمل نحكي عن فكرة أنه كيف بتنقوا الأفلام، يعني أكيد بوصلكم كتير أفلام وأنتوا بتنقوا منهم، صح؟ هي الحقيقة احنا عندنا لجنة الاختيار، هم احنا في أربعة فيها، ومثلا السنة دي اتفرجنا على حوالي 350 فيلم كلهم من إخراج نساء. بنعمل شوية بشكل ديمقراطي الاختيار، انه بالأول بالتصويت وبتصويت الدرجات 2-0-1، وبعدين بنتناقش ليه احنا اخترنا الافلام دي، ليه شايفين انه في فيلم مهم عن فيلم، لانه كمان مش مساله هي تصويت، هي المناقشه هي الاهم في في القصه دي. ففي الاخر بنختار 20 فيلم، وال20 فيلم دول بنبعتهم للاماكن اللي احنا هنعرض فيها القافله، وهم من ال20 فيلم يختاروا الافلام المناسبه لكل مكان. يعني 20 فيلم نقيتوهم من كم فيلم اول شيء؟ من 350 فيلم. 350 فيلم نقينا 20، من 20 نقينا قد ايه؟ ومن ال 20 فيلم مثلا احنا عملنا عروض في اسبانيا في شهر مايو، بنبعت ال 20 فيلم، بعتنا ال 20 فيلم لاسبانيا، اختاروا منهم خمس افلام، بعتنا ال 20 فيلم لمنسقات القافله في لبنان، المخرجه المصوره السينما جوستين ابي جبرائيل وفرح نابلسي، هم اختاروا الافلام اللي بتتعرض، وبالتالي في زي نوع من انواع كمان الشراكة في الاختيار. نعم. وانه كمان كل مكان ليه خصوصيته، وبالتالي ما ينفعش نقول الخمسة دول هنا وهنا وهنا، لانه في حاجة بمعنى معين، انه في استقبال مختلف للجمهور، في احتياجات كمان بحس ان الجمهور محتاج يشوف ده، وده. نعم. مختلف من مكان لمكان. نعم. امل كمان في ست افلام قصيرة مثل ما قلتي عبالي، بس سميهم للافلام لو سمحتي لي. تلت الحياة اخراج جوال ابو شبكي، منثور بيروت اخراج فرح نابلسي، افق اخراج شيرين رفول وموسى شبندر، ذاكرة المي
إخراج ربيكا طو، ومغارة المغارة للبيع إخراج موريال حنين، وحقيقات الأرض إخراج ريما قديسة، صح عم بقول؟ بالضبط مزبوط. هول اللي رح ينعرضوا مع بعض أفلام قصيرة؟ هم بينعرضوا المجموعة كلها مع بعض. قديه كان فيلم وقت قصير يعني؟ فيلم قصير ما بين 10 دقائق 15 دقيقة تقريبا كل فيلم منهم، ومخرجات الأفلام هيكونوا موجودين مع المخرجة اللبنانية كمان إليان راهب، هتكون بتدير الحوار لأن هي اللي أشرفت على الورشة اللي طلع منها الأفلام دي. نعم. ودي شراكة مع مهرجان ريف اللي بيتم في عكار كل سنة، يمكن دلوقتي بقاله 6 سنين، هي شراكة بقالنا كذا سنة بنحاول نخلق نوع من أنواع التعاون في نوع الأفلام اللي بنعرضها، إن نتبادل خبرات كمان، نعمل ورش مشتركة. فده استمرارية كمان للتعاون مع مهرجان ريف. حلو. كمان مع بيت الفنان حمانة صح؟ كمان مع بيت الفنان حمانة. مع بيت الفنان كتير حلو فكرة إنه على هامش المهرجان الأساسي إنه يصير في مثل ضفاف إذا بدنا نسميها، لا لقاءات اخرى او ورش اخرى الى علاقه بي، يعني تصب بهذا البحر اخر شيء. انه وهيك بتكون عم تعمم التجربه على كل مدن لبنان. بالضبط. في بمناسبة اللي بتقوليه كمان، انا نسيت اذكر انه في كمان شراكه مهمه جدا، احنا عاملين ورشه افلام تسجيليه لمخرجات شابات بتتم من يوم 26، وبتتم بالشراكه مع مرصح، ده مكان في طرابلس، صالة ممتازة وعملنا معها قبل كده السنة دي كذا شراكة، ومع المركز الثقافي الفرنسي. فبنحاول من خلال نشاطنا ان احنا فعلا نفتح شبكة تعاون، وانه يبقى فيه نواة مش لعمل فردي بس، انه نحاول يبقى فيه شكل من اشكال العمل الجماعي ما بين هيئات، ما بين اشخاص، حتى على من خلال عمل أفلام قصيرة، إنه ما تبقاش أفلام قصيرة بتتم بشكل فردي، إنه إزاي ممكن جماعات من الناس يتعاونوا علشان يخرجوا عدد من الأفلام القصيرة زي ما حصل مع مهرجان ريف. حلو كتير أمل يعني عم تعملوه الحقيقة. وكمان بدنا نحكي شوي عن الفيلم الأخير اللي رح تعرضوه بأول أيلول، يعني واحد أيلول. فيلمين، هما فيلمين. فيلمين، وهني تحية إلى فلسطين. بالضبط. أنتوا كل المهرجان برأيك هذا المهرجان كله مش لازم يكون تحية لفلسطين بهالظروف كله؟ هو كل احنا كل القافلة، احنا من ساعة ما القافلة بدأت في 2008، دي مش حاجة جديدة بنعملها السنة دي، من ساعة ما بدأت القافلة في 2008 عندنا التزام ان كل سنة لازم يكون، لو عندنا 5 افلام، لو عندنا 6 افلام، ايا كان، لازم يكون في فيلم فلسطيني، ولازم تكون في مخرجة فلسطينية موجودة، ولازم يكون في نشاط فلسطيني ايا كان، ورشة او مائدة مستديرة او حوار. ده من 2008، بقى لنا 15 سنة بالشكل ده، مش بس النهاردة علشان الأحداث اللي بتحصل. نعم. هي أحداث مستمرة على كل حال، لا تتوقف. في أفلام أحلام المنفى واحكي عصفورة. بالضبط. أحلام المنفى واحكي عصفورة هما بالفعل أفلام إحنا عرضناها قبل كده في كذا سنة، والسنة بس هي للأسف يمكن منهم الفيلمين دول ما تعرضوش في طرابلس قبل كده. والمختلف كمان ان مخرجات الافلام هيكونوا موجودين، عرب لطفي هتيجي من القاهره، والمخرجه الفلسطينيه اللبنانيه ماي مصري هي موجوده في لبنان وهيكونوا معانا في المناقشات. امال لما بنحكي عن فيلم معروض قبل، هذا بيحيلنا لسؤال انه ليه ما عم نعمل افلام جديده؟ لا، هو في افلام جديده. ايه لا، عم بحكي عن انه هو الفيلمين اللي انعرضوا قبل عن فلسطين، انعرضوا قلتي قبل، بس بطرابلس ما انعرضوا. اوكي؟ ليه ما في افلام جديده عن هذه القضيه عم تنعمل؟ هذا سؤال. لا، في افلام جديده، بس احنا كمان في فكره انه بنحاول نسلط الضوء على افلام، على مخرجات كانوا بيتكلموا عن قضايا في وقتها ما كانش ناس كتير بيتكلموا عنها. لا، في افلام جديده، بس مخرجات زي مي مصري وعرب لطفي عملوا افلامهم في ظروف صعبة جدا، صعبة. نعم. وبالتالي كمان مهم انه احنا نسلط الضوء على مجهود مخرجات وسينمائيات فعلا فتحوا الطريق لمخرجات شابات، ويمكن احنا يعني ما بنشوفش هذا الطريق، وبالتالي من ضروري من مهام قافلة بين سينمائيات ان هي تعمل ده. بس اكيد لا، في افلام كتيرة، وافلام دلوقتي افلام فلسطينية من اخراج نساء بتفوز بجوائز وبتلف العالم، بس بمعنى معين دايما في تسليط الضوء على الافلام الجديدة، على الحاجات اللي بتروح مهرجانات. بس عشان كده شفنا انه من الضروري ان احنا نعرض فيلمين مهمين جدا جدا جدا
اتعملوا في ظروف مختلفة، يعني انه احلام المنفى مصري صورته في 2006، وده كانت لحظة راحت بالكاميرا بتاعتها وعلى الحدود وقت ما حصل تحرير الجنوب، وده كان شيء مختلف انه كان مخرجة تروح بالكاميرا بتاعتها، وده ما بيحصلش كل يوم. نعم. نفس الحكاية بالنسبة لفيلم احيا عصفورة، عرب لطفي صورته مع مناضلات فلسطينيات عملوا عمليات مهمة جدا جدا ضد إسرائيل، والفيلم ده للأسف ما كانش، ما مش كتير كان اتعرض، لأنه كان ولسه ممنوع إنك تحكي عن حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة، نعم. وبالتالي مهم إن احنا نعرض الأفلام دي وتحصل مناقشة مع المخرجات. نعم، هون قد ايه بتحلينا لموضوع أمل رمسيس، لموضوع الإبداع حين يكون فعل مقاوم، يعني كما بالكتابة كما بالمسرح وكما بالسينما، انه قد ايه نحن بنقدر هيك نقاوم ونرجع نعيد خلق صورة أخرى لقضيتنا، صورة جمالية بركي أو صورة مسالمة، ولكن في بقلبها أسلحة قد تكون أكيد أمضى أكيد من السيف يعني. ايه اكيد. ولا وكمان في قضايا كتير كانه طول الوقت ممنوع عنا ان احنا نحكي فيها، فالعايزين نقول لا، في مخرجات عملوا افلام، في مخرجات حكوا عنها بشجاعه، ومهمتنا احنا ان احنا نفتح ليها مجال، وحتى لو السوق العالمي، حتى لو السوق التجاري ما بيفتحش مجال لده، فاحنا الضروري دي مهمتنا احنا، نعم. ان احنا نشوفها والعالم يشوفوها ويعرفوا يعرفوا تاريخنا من خلال عيون المخرجات دول. نعم، بدي اشكر كثير أمل رمسيس، حضرتك مخرجة افلام مصريه عربيه نفتخر بها. خبرتينا عن مهرجان قافله بين سينمائيات، نتمنى التوفيق لكل المخرجات ولكل القيمين على هذا المهرجان، وندعو الناس للحضور مهرجان من غير دفع، ما بتدفعوا مصاري، بنفس الوقت رح تحبوا كتير اشياء رح تصير. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك، شكرا. اهلين.